يستخدم العراقيون الطرق والأساليب الموجودة لدى الدول الأخرى، ونقصد بها الدول التي تهتم لسلامة شعبها لكن بصورة عكسية. مثال ذلك الطريق الذي يربط محافظة النجف بكربلاء الذي تم إنجازه لاستقبال الوافدين للمحافظة، لكن دون إشارات مرورية، مما سبب العديد من الحوادث الخطيرة داخل المحافظة. فالشخص جد حلو دخول المحافظة، فأكو شغلات رصية، فيسوون مطبات لأن لا تصير حوادث جاي تضرب الناس وجاي تنقتي، وهذه فمطبات أو إشارات مرورية، هذا رصيفي منا، لان هاي جاي تروح ناس بحوادث، جاي تروح خطيه ناس، فهاي نطلب من الحكومه. هم خوش شارع وحلو داخل محافظه وجيد، وهاي طلب عندهم مطبات شات موريه. عجز الحكومه الكربلائيه التي لا تضع سلامه مواطنيها من الاولويات لديها، فما زالت الطرق غير سليمه، والتخطيط للعمل بها يحتاج الى اعاده النظر على حد قول سائقي المركبات العامه. ما للاسف هذا يعني الشارع كمل، هو كمل إنجازه وكمل أول المشروع مالته، بس مطبات لحد الآن ماكو، ما منفذين له. يعني هاي نحمل الجهات المعنية، نحمل المرور والبلديات، وهذا شوف وقاعد نلاحظ يومية حوادث مستمرة بهذا الشارع، لأن شنو السيارات تجي مستمرة يعني سريعة. المعنيون يعللون سبب عدم وضع قواعد السلامة المرورية في الشوارع العامة وبالخصوص طريق النجف، كونها لم يكتمل إنجازها تماماً لتسلم بدورها للجهات المختصة، وبعدها يتم وضع ما يحتاجه المواطن لسلامة عائلته من خطر الطرقات، ليبقى الحال كما هو عليه حوادث متكررة وتبريرات غير مبررة. كان الشوارع هاي في كربلاء المقدسة، وخاصة طريق النجف كان طريق ضيق، هسه بالتوسعة الجديدة يعني صار يعني عرضه كلش كبير، وتم أعطاه إلى مقاول، حاليا هو قيد الاكتمال، يعني بعد ما مكتمل حتى يكملون الإشارات الضوئية هندسة المرور في مديرية بلدية كربلاء. لسنا بدولة أوروبية لتوضع الإشارات المرورية قبل المضي بالعمل بأي مشروع خدمي أو شارع عام، إنما نحن في العراق يتم إنجاز المشروع وبعدها يتم وضع الإشارات المرورية لتحصد أرواح المواطنين بسبب ذلك. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.